بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الذي أرسله الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وافتتح أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم نلقاه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبابي الكرام وإخوتي في العقيدة، يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أينما كنتم، ولها دمان عالم كدافي سنقدر هنا يكسر دواد برنامج كي براء سحابي وصعدها نقول أتكدر هنا يسين تي في عالمي كالسن تي في مال والباء أحده إلهي سبحانه وتعالى وحنك كما هذانينا فصح ير وعن كل مغنين ونسكس الله بنبشي رمضان وفصح عن مارت كل مغنين عباده عن مارت سلهين حق إلهي تبارك وتعالى أبدية إلهي إنها نقود أقبر عماشي ما أنت وما ننك كوبات وأنا سلهي هاي برنامج كي برا سحابي دروستي مسلسل كهيد إيني سعوتي إيني نمارت ما أنت بلونه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إلهي بعنك كما هذانينا أولا لغان وحن هدي جير كهدلنا تاريخ نولدك صحابة الكرام رضوان الله عليهم تدكي لصاحبي صحبة قاركة لسميي حبيب الرحمن خير خلق الله محمد بن عبد الله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. النبي أساس بارك الله إله تبارك وتعالى أمد أسو صاري أهانا ما أرت بشير ينذير أمد ما أرت أدقي ان اول بشارينا يهدي خير يا وناغ لي مادان صحابه بركا اج جوجتي ايان ما ارت مربو ميدكي مركاس كو هبون تاريخي سا واخ كتا تابنا انت بدنا وان شيغا مركان دحنو صحابي بان كهدلينا وجيدكدو ما اها ان صحابيو دن تاريخ دي سي اين سو كوبني بل هدفك يا دنت وهي تاهي ان صحابيغاس توشكو افين ان واخ لاغا اوغادو تاريخدا او ليهي صحابيغا سي دد فرب بدن تاريخ بدن او مسكحدود كدخ غوخيسو او هدي اها ليد عيارتوي هدي اها ليد كو مارت انبا ان حقيقه اسلام كان ما نصيب كلهين انتي بران لهاين تاريخودي اني برتان تاريخ واخ كو اوله تاريخ واخ كلا بخي كران تاريخ اي كو دبا ديان كران او الله الهي هدي واخ كدغيسان هدي لو غلا صحابيغا جليلكا اسوغا ادونكو جوغ اي واخا لوغو بشاره جنده واخ مركيبا كوغو سو دحايسو صحابيغا سيدهو كو كسبدي ان جندي تبارك وتعالى الهي جل وعلا سوى أدونك جود كيس سارم سوق حلالي. مرك عمل كي يوراجي يخير كي يوم عرفت كل وان شيء لا تبارك وتعالى ودواني وراجع وسويا مركب من كاجي مسكح هذا كبار الساس أقول الليد. مرك الحمد لله تاس على نجوق قصبت هدف كي يدلوا عندنا تاس ويان إن نمر والبكشة كأنه تاريخ نوت كي صحابة الكرام رضوان الله عليهم. وحين كسر شكان خلفاء الراشدين المهديين طبعا كي مركا افرت خلفاء يلحد كلام او الاسكو يرا طبعا كي الله تبارك وتعالى جند اوغو بشاري انكو ولي مد اسكو دول استاجين لغا سو بالله من ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الا لغا سو غارو علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه مركا دمايني مركا دمايني وحان كو سي خجيني لحد كلام باقي اها ما عرفت إلهي تبارك وتعالى يكو أدونك قود كيسا سارا وقود بشارة جنديسا إن كدي بحوسي قود بإنا مربا السحابي أن كسو قاضي إن كتاب كي عن صور من حياة السحابة مربا السحابي إن تلمانو تاريخي سنح كسو قود بإنا إن فلا الحمد إلهي تبارك وتعالى مهاتسن إن عاو أما قلبتا وحدين سدا وأن كغشا كين دون هدو إلهي تبارك وتعالى إيوا فجيو إينا فوضيو إن سحابي جليلة أولا يراه ذو حكيم ابن حزام حكيم حكيم ابن حزام وسحابي نبي عليه الصلاة والسلام صحبة صاحبتي نبا قارة للها قبل الإسلام انت أنبى النبي محمد النبي النبي الله صدرين أي نبي وحيها ينصاحبه بل حال إلى هذا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحو قبي إيددي أمنا خديجة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وارضاها أي معركة إيدوها هيت مركب النبي حاسكي سي أي ويل كان
ama saxaabiga aynu ka sheekayn doono eedi u ahayd oo nabiga cale maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam dhinacaas maaragtay waxay ka ahayeen qaraabo, sida kale waxay ahayeen dad saaxiibo ah. saxaabigaasaan insha allahu tacaala ka sheekayn doonaa qabl islaam, intuusan islaamin xaaladdu ku sugnaa qaabku ahaa, kadib nabiyullaahi tabaaraka wa tacaala haddii xalaqada labaad noqoto waxaynu wax ka tilmaami doonaa markuu islaamay iyo noloshiisii sida ay kusoo gebagabowday. xakiim ibnu xazaam saxaabiga la yidhaahdo, waxaa jirta maqaalo ama oraah ama qowl laga soo guuriyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo aada iyo aada u qiimo badan. nabigeenna maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi wuxuu yidhi ina bimakkata la arbacata nafarin arba'u bihim can ashirki wa arqabu lahum fi lislaami axaduhum xakiim ibnu xazaam radi allahu tacaala canhu waardah. nabigeenna maxamed aha salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi wuxuu yidhi afar qof oo maaragtay magaalada maka ku nool lama jecli ama lama jeclaan lahayn inay kusii sugnaadaan shirkiga, bal waxaa la doorbidayaa buu yidhi oo la jeclaan lahaa inay islaamka usoo degdegaan. midka ka mid a raggaasna wuxuu ahaa xakiim ibnu xazaam. wa ina bimakata magaalada maka la arbacata nafar, afar qof baa kusugnaa afar ruux. nebi wuxuu yidhi arba'u bihim cani shirki, lama jecli oo raalli ogama ahi inay kusii sugnaadaan shirkiga iyo caasinta ilaahay tabaaraka wa tacaala ay caasinayaan iyo kufriga iyo maarat daaquudka ay rabbi subxaanahu wa tacaala had iyo jeer ku dhacayaan. ee nebigu wuxuu yidhi wa arqabu lahum fi lislaami, waxaan la jeclaa oon ku farxi lahaa oo aan door badayaa buu yidhi inay islaamka maaragtay qaataan axaduhum, dadka uu nebiga tilmaamay waxaa ka mid ahaa xakiim ibnu xazaam baa ka mid ahaa radia allahu tacaala canhu oo islaamay dibka islaamay. halkaa maxaan kala baxaynaa laana taarikh marka ka sheekeyno anugu sheeka xariir ka sheekeyn mayno, waxaynu kala baxaynaa nebi calayhi salaatu wasalaam inuuna marnaba raalli ka ahayn dadka inay gaalnimo ku dhintaan, bal waxaa la sheegay nebiga in lasoo horumariyey axad qof meyd ah marmarar ka mid ah, markaasuu ooyey salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhim. saxaabadu waxay dhahen nebi allo waa nin dee gaalnimo ku dhintay oo ma aragtay xoogaa ayagu xaggooda qiimo badan uaysan yeelayn. nebigu wuxuu yidhi waa axad ummaddayda ka mid ah oo iga baxsaday naarta. fiiri nebiga calayhi salaatu wasalaam qalbigiisa iyo waasicnimada iyo raxmadda uu ilaahay tabaaraka watacaala la soo diray. ilahay waa isagii lahaa wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin, nebi allo wax kale kumaana soo dirin raxma, raxmadood garanaysa qof raxiim ah oo weliba ilaahay subxaanahu watacaala uu qalbigiisa ka buuxiyay raxmad fara badan. waxaad garanaysaa nebiga cadaadiisii dadka xitaa cadowgiisii ahaa ee kasoo horjeeday ee maaragtay udhigayey maarat dabinka inuu haddana maca dalika caruurtoodii markay maaragtay nafbaxayeen sidii ilmihii yaraa yahuudiga ahaa ee nebiga usoo galay calayhi salaatu wasalaam isagoo nafbaxay uu ku yidhi qul laa ilaaha ila allah, yaa ghulaam wiil iyo hooyar waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah. ilmo yare wey wuu nafbaxayaa, aabihii buu eegay. markuu aabihii eegay wuxuu ku yidhi atic abalqaasim, aabe waxaad addeecdaa abalqaasim oo ah magacyadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. markaasuu wiilkii wuxuu yihi ashhadu an laa ilaha illa man nadaqa shahaada, tawxiidkii wiilkii yaraa ku dhawaaqay. nebigu waxaa la yidhi markuu u gelayo wuu walwalsanaa, kur baa ka muuqatay, walwal baa ka muuqday wejigiisa, wuxuu ahaa mid kurbaysan, laakiin daqaa'iqdii ugu dambaysay nebiga qalbigiisa aad buu u waasic noqday, wuuna ka farxay, wuxuuna yidhi ilaahay baa ku mahadsan ka badbaadiya naar. waxaan ka wadaa walaalayaal, saasuu ah nebiga calayhi salaatu, waxaad garanaysaan raxmadda nebiga halkaanu kaga faa'idaysanayo. daaif markay nebiga calayhi salaatu wasalaam maka ka soo baxay ay ku dhibeen tolkii iyo qaraabadii uu la noolaa ee qurayshi ku kacday, nebigu wuxuu maciin biday xagga daaif ama aadaa, tallaabuu usoo qaaday. daaif markuu soo baxa waxaa lagu diray makasi iyo ciyaalkii iyo maaragtay wixii markaas dhaqaaqayaa laga daba dhaqaajiyey, dhagax baa laga daba tuuriyey salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh, dhiig baa laga keenay, dhagaxii madaxa loogu dhuftay dhiiggii kasoo qulquliya magaxiisa xabiibu raxmaan ayaa wuxuu soo gaaray gumadihiisa maaragtay ama wuxuu soo gaaray ciribtiisii, kabta uu qabay iyo dhiiggii baa nebiga calayhi salaatu wasalaam isqabtay. tasawar qof saa lagu sameeyey oo laga daba yaacayo, saxaabadu waxay leen dhagaxyadaan isku dhigaynay, saasoo dhan lagu sameeyey. waxaa la yidhahdaa jibriil calayhi salaatu wasalaam iyo malagii buuraha soo dhaadhacay. waxaa laga codsaday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu amar ku bixiyo si labada akhshabeyn labada buur dhexdooda loo geliyo la iskugu malaaso. nebi iga leexduu yidhi ii daaya, waxaan rajo ka qabaa kuwa dhabarkooda ka soo baxayo. fiiri adiga oo cid kaa awood badan ee awood ku sheegatay oo lagu ceyrsanayo oo baxsad ah, haddii dabaabaad iyo ciidamo iyo kuwa ku difaaca kuu soo baxaan oo agta marinayaan kuwa markaas kaa soo horjeedo, fa kam tafrax, meeqaad farxi lahayd? nebiga kuma farxin, kumuusan farxin, lanna raxmad baa qalbigiisa ilahay ka buuxiyey. wuxuu yidhi iga leexda, waxaan rajo ka qabaa kuwa dhabarkooda ka soo baxayo.
تصور رحمة النبي عليه الصلاة والسلام ساسوها النبي جنا محمد ها إلهنا سبحانه وتعالى رعل أمتك جماعها إلى الشرك بيقال لك الإنتان وما إله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام العبيد عندنا ما ظلمي أوكو ما ظلمي إلى ما تظلمي كجران يكون سجران لكن إله سبحانه وتعالى وح أمد أبا نجي أوليه إن هذا صراطي مستقيم وده وعد هاي لا تكون الله بأكل بحين فريق في الجنة يو فريق في السعير وهديناه النجدين مركا نبي عليه الصلاة والسلام دار شكل أصل الله توح يري لأربعة نفر أفرقف أربوا بهم عن الشرك الرالي وجماهه وكما قنع سنة وكما فرح سنة إلى إسلام إمارة الشرك يكسي الحجران وأرغبوا له محن لجع عن لها إلى إسلام كقاتان وحان كمدها حكيم ابن حزام أو أصحابي جمان تد مسك نصارا وفلنقين دون التاريخ نلودك سبيد الله تبارك وتعالى وياد كتابك قري وحق يري هل أتاك نبأ هذا السحابي وحما كأكتا ورمك أغيمت سحابي ما أنت أينو كهل لينو لقد سجل التاريخ تاريخ لقد سجل التاريخ تاريخ وحيد ديوان جلسي أن المولود الوحيد الذي ولد داخل الكعبة المعظمة قفك كلية اللقود أحدالي قدها iyagu ma aragtay kaacabada gudaha lagu dhaxdhalay qofka kaliya maanta taariikhdu ay sheegto waa saxaabigan saxaabigan wuxuu ku dhaxdhashay kaacabada aad aragteen ee madaw ee afarta geesood leh gudaheedu ku dhaxdhashay talo say ku dhacday qisay ahay qurux badan waxa la sheegay hooyadii ayaa mar mar kamida soo baxday hadii la soo koobo دخلت مع طائفة من أترابها إلى جوف الكعبة للتفرد عليها أيضا يكوح isla maartay jiihin ama isku qoriyihin oo isla socdo oo u soo baxeen inay daawadaan kaacabada oo markaas lagu sameeyay munaasabad munaasabadkii quruxda badnaa ee marka ay dhisa ay sameysan jireen kufaar quraysh laana kaacabada aan walaalayaan aan xog halka bidhaamiyo dadkii naga horeeyay ee gaalada ahaa asal ahaan ha ku talax tagaan laakiin kaacabadu waxay ahayd kaacaba ixtiraamkeeda leh oo muqaddas oo la ixtiraamo oo la sharfo oo la karaamayo waxaana taalay 300 iyo ma aragtay 60 sanan ba taalay intaas oo sanan marka loo sujuudo jiray oo la caabudo jiray bal waxaa la iskaga kala iman jiray min kulli fajr amiq meel kala duwan ba laga iman amaakin shatta maxay u socdaan li yatabarraku asnam alka'ba hadafka iyo dantuna waxay tahay say u soo barakeystaan asnaamta kaacabada dhaxtal si awadad maamadan ama haweenaydatan ayada iyo maara dad ay isku jiihiin isku qeyrihiin baa waxay u soo banbaxeen munaasabad weyn oo maanta ka dhacaysay kaacabada waxay dadku waxay seenayaan inay arkaan gudaha kaacabada annaka basaan waxay seenayno maanta adigu waxaad aragtay madowga guud laakiin gudaha kaacabada maanta hadii waa la furayaa oo loo kala yaa ilaahay weey say u daawato marka wakaanat waalidatu anadaka xaamilan bihi haweenaygaasna maalinkaas waxay xambaarsaneed oo xamli ay siday wiilkan xakiim ibnu xizaam fafaajaaha almakhaad hooyadii waxaa kusoo kadiyey almakhaad fooshi wahiya fii daakhili alkacba ayadoo ku dhex sugan gudihii kacbada falam tastatic maqaadirataha inay ka soo baxdana maysan awoodin markii la arkay inay fooshi qabatay waa la caawiyey waa loo soo kala yaacay dadkii dhan baa kusoo yaacay waxaa loo keenay maqaar fawadacat mawluudaha calayhi maqaarkii bay ku dhashay meeshii bay dhigtay marka ninka ka la yiraahdo xakiim ibnu xazaam bin khuwaylid wuxuu ahaa qof nasiibkaas yeeshay inuu ku dhexdhasho kacbada ilaahay tabaaraka watacaala gudaheedii magacaas marka saas wuxuu noqday wiilkii ku dhexdhashay kacbada dadka uu ka socda waana qofka keliya adduunka la sheego inuu halka ku dhexdhashay haddii marka dhinacan loo dhaqaaqo nasab ahaan nabiga meeshay qaraabada ka ahaayeen وهو ابن أخي أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وحي أدلي وأباء أوها نبي محمد عليه الصلاة والسلام حاسكيسي ولالكت أو أه إنك مركب حيو النبي قال لها قرابه إددي والنبي قبوي صلاة ربي وسلامه عليه أنت المعنى مركب نولشيسي قابك أصوى كري سيدة أهيد قفن عبوها نشأ حكيم بن حزام في أسرة عريقة النسب عريضة الجاه واسعة الثراء وحال الشيقة نكن اللي يراهدو حكيم بن حزام إنه كسو دحكا أسرة عريقة النسب نسب كودو آدو سرعي وأصل هان دادكو نسب كا آد بلو قيميني أو نسب يا شرف يا كرامو يا عزي دل لابو كسو جيدي عريضة الجاه واتواهم بمبورينه
dad maaragtay maqaam sare leh oo jaah iyo maar sharaf leh ayuu ka soo jeeday. Waasicati tharai, hanti, dad hanti leh buu ka soo jeeday. Wa kaana ilaa dalika caaqilan sariyan faadilan, inta waxa u sii dheerayd inuu aha qof caaqil ah, caqli badan oo dareenkiisu aada u shaqeeyo oo meesha uu meel dheer wax ka arko oo intaysan wax qofka body language qofka intuusan markuu la hadlayo luuqadu ku hadlayo qaabku u hadlayo meeshuu duluciisa u socdo markiiba qof dareemo ahaa inta waxa usii dheereed. Fasawadathu qowmuhu, tolkiiba waxay u magacaabeen oo u caleen masaareen inuu noqdo dadka soo dhaweeya martida imaado guriga ilaahi tabaaraka wa tacaala baytullahi alxaram, baytullahi alxaram fi ljahiliya waxay u magacaabeen oo u caleen masaarteen inuu ka mid noqdo weliba si khaas asaga loogu bartilmaamaysada oo loo caleen masaarin inuu noqdo dadka ma aragtay soo dhaweeyo dadka ma aragtay xujayda ee beytka ilaahi tabaaraka wa tacaala usoo xajinayo. Walow xajkaas waa xaj baatil ah, lianna hadafka dhan waa shirki iyo taaquud iyo ku jiraan, marka xajka saxa ahaa ma aha. Laakiin ayagu waa waxyaalaha baaqiga ahaa ee nabi ibraahim calayhi salaat diintiisa baaqi ka sii ahaa ay xoogaa ay ku talax tageen oo markaas jirtay wey. Shaqaduu qabanaya maxay ahayd marka? Waxau ahayd yurqidu bihi lmunqaiciin min xujaaji bayti illahi alxaraam fi ljahiliya, dadka soo xajinayo ee xajka imaanayo haddii ay ka go-day sahaydo, hadday sahaydu ka go-do ayuu taban taabinayay, ayuu garab istaagay, ayuu isku dayay qof walba oo yidhahdo sahaydii baa igooday, waxaana ka imid Shaam ama waxaan ka imid Yaman, sahaydina waa igooday, inuu markaas wax siiyo. Weliba waxaa la yidhahda wuxuu hayay ama lacagihi la iska soo aruuriyey markay gaasir noqdaan ama ay go-aan, wuxuu jeebkiisu gacanta gelin jiro. Fa kaana yukhriju min maalihi alkhaas maa yurqidu bihi lmunqaiciin, jeebkiisa khaaska ayuu gacanta gelin jiray si markaas uga siiyo wax dadku ay maaragtay sahaydu ka go-day ee uu maaragtay u yimid inay soo xajiyaan bayt illaahi alxaraam, guriga ilaahi tabaaraka wa tacaala fi ljahiliya. Intaas keliya miya? Maya. Asaga iyo nabiga saaxiibtinimada waxaan bidhaabinay inay saaxiibtinimo gaara ka dhexaysay. Maxay ahayd saaxiibtinimada asaga iyo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka dhexaysay? Waxaa la sheegaa waqad kaana xakiim sadiiqan xamiiman lirasuuli illaahi sal allahu alayhi wasalam qabla an yubcatha, wuxuu ahaa qof saaxiib dhow, saaxiib sokeeye ah oo xiriir wanaagsan uu ka dhexeeyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qabla an yubcatha, intaanba nebiga lasoo dirin. Waxaad ogtihin nebiga bashar buu ahaa, waa asagi laa qul inama ana basharun mitlukum yuuxa ilay annamaa ilaahukum ilaahu waaxid, anugu nebi wuxuu ahaa bashar bil aadam, dadka la macaamilo, la yaqaano, la karaameeyo, la sharafo, la cizeeyo, dadkuna aada u qiimeyn jireen salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh. Intaanba nebiga lasoo dirin, saaxiib dhow bay ahaayeen. Waa tahay fahuwa wain kaana akbar min nabi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi bikhamsi sanawaatin ila annahu kaana ya'lufuhu wayanasu bihi wayartaaxu ilaa suxbatihi wa majaalisatihi wa kaana arasuulu calayhi salaatu wasalaam yubaadiluhu wuddan biwuddin wasadaaqatan bisadaaqa. Nabiga calayhi salaatu wasalaam shan sana hakala weynaadaane nebiga wuxuu ahaa mid soo dhaweysto oo maaragtay weliba waxaa isagana wuu jeclaa nebiga oo saaxiibtinimo waxaa ka dhexaysa aada u wanaagsanayd oo wayartaaxu lisuxbatihi wuxuu ku raaxaysanaya saaxiibtinimada ka dhexayso iyo wamajaalisatihi iyo la fadhiga uu la fadhiisana aada buu maaragtay u doorbidayay. Wa kaana arasuulu calayhi salaatu wasalaam, meeshaan ayaga walaalaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagana muxuu ahaa yubaadiluhu mid ugu bedelo wuddan biwuddin kalgacayl. Marka hadduu qofka wanaag kuu galo gaal baa ahaadee hadduu ku wanaajiyo uu saaxiibtinimo wanaagsan kuu muujiyo waa midda lagaa doonaya adigu inaad wanaag iyo khayr ugu bedeshid. Nabigu wuxuu ugu bedeli jiray wuddan biwuddin wasadaaqatan bisadaaqatin, wuxuu ugu bedeli jiray calayhi salaatu wasalaam kalgacayl midkii ugu sarreeyey iyo saaxiibtinimo uu muujiyey mid la babac aha, mid loo dhigi karo oo uu isla jaan qaadi karaan ayuu nabigeena maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam muujiyey. Waana meesha loo baahan yahay qofka gaalbaha ahaade hadduu macaamil wanaagsan idin ka dhexeeyo inaad qofka wanaajisid, keliya maaha inay diin lagu kala tegayo. Qofku waa bashar, waa bini aadam, waxaad dhici karta qofka inuu dariskaaga yahay, waa gaal kuna qanacsan gaalnimadiisii, laakiin darisnimadii iyo xuquuqdii ama aan wada shaqaysaan inaadan dhihin waa gaal, waa ka fogaanaya, waa ka cararaya. La, hadduu ka arko macaamilo wanaagsan iyo akhlaaq wanaagsan iyo sifaad wanaagsan iyo dhahabdhaqan wanaagsan waxaaba dhici karayso inuu kusoo islaam. Oo waxaa la sheegaa hadda ka horna aan bidhaamiyey halka anuu ka faa'iidsanay islaan haweeney ah ayaa waxay kusoo islaamtay wiil yar oo marokaan ah oo ragga lagu qiyaaso da'diisa 30 sano jir oo
labaatan iyo shan ilaa sido baa lagu qeystaa marka taarikhdiisa da-diisa laga hadlayo, baa waxa uu weli waddanka faransa ka dhacday la yidhahdaa, wuxuu arkay islaan haweeney ah oo cantaday oo maaragtay duqowday oo cataadama ka wada oo maaragtay duqowday oo daawiga ka daba timid oo cajuuza ah, marka bannaankay soo fadhiisataa markaas xoogaa qoraxda ama marka ay qoraxda jirto waqti inta badan waxay ku aadeen markii qisaanaysay waqti qoraxa ayaa ahayd baa la yidhi. Bannaankay soo fadhiisataayo waxay isku daydaa inay qoraxaysato alaabtay wadatay iyo wixeedana meesha dhigataa. Wiilkan daris buu lahaa daaqad uu ka arkay dhowr jeer, maamada markay kacayso intuu usoo dhawaado alaabtay u qaadaa, markay adeegu baahanta adeegu u keena, suxbada saaxiibtinimo wanaagsan buu tusay. Markaas waxay tiri su-aal ba ku diin karaa waxaan ii sameynaysay danta aad ka leedahay maxay tahay? Markaasuu yidhi waa xaq aad igu leedahay, se xaq ugu leeyahay islaamka wuxuuna faray dariskayga warow gaal ba ahaadeen inay xaqiisa ilaaliyo. Islaantii arrinkii maskaxdeediibu markaas ay ku sii weynaatay, waxay tiri laba ilmaan dhalay, gabar iyo wiil baan leeyahay, markay xitaa ii imaanayaan warqad bay iisoo qoraan, iska da inay tabantaabiyaan ama iga maaragtay caawiyaane waxa way ifogeeyeen meeshaan arkasta oo maaratay waayeelka lagu aruuriyaan ku jira, adiga oona waxbaana isir naga dhexayn oo maalay soo gasa aysan jirin, ba waxaad ugu xiranaysaa oo keliya diintaada saa inay ku farayso. Waxay tiri walle iyo maaragtay waxaan dareemayaa bay tiri inay tahay diin xaq ah, ee maaragtay bal wax ma iga sheegi kartaa buug yaroo kooban buu keenay, weliba ku dul akhri luuqada faransiiska. Ilaahay tabaaraka watacaala waa islaan sii socoto. Ilaahay tabaaraka watacaala ninkaa dhalinyarada ah wuxuu kaga badbaadiyey haweenaydaas inay naar ku baxsato. islaamkii bay qaadatay, tawxiidkii bay qaadatay. Waxaa la ii sheegay laba isbuuc kadib inay gooriyo inay geeriyootay, waxaana sabab u ahaa akhlaaq wanaagsan iyo wanaag iyo tusmo wanaagsan uu ninkaa dhalinyarada ah u haweenaydsay. Laakiin su-aal ka waran islaam markii balanta la dhigta balanta ka baxayo, ka waran islaam dadkii khiyaamayo, islaam ummad meel iska fadhido inuu sintay waxba nagoon isku qarxinayo, islaam markuu la arka laga baqayo oo la yaamo dhibaato noo keena la, bal waxay ahaayeen dadkii naga horreeyey saxaabadu waxaa laga sheegay inay jireen dadka ayagoona wacdiyeen kunuu mislana saan nahay naga maaragtay noqda, oo waxaa la sheegaa dadkii wanaagsanaa in xataa labada dukaan ay leeyihiin haddii uu walaalkii maanta dukaankan wax badan loo gato inuu dhihi jiray walaal ugal qofkan dukaanka igu dhegan maanta badeecadiisi way fadhidaaye. Halkaasuu islaamka iyo wanaaggaas qaar badan baana kusoo islaamay. Laakiin islaam wax dabamaryanayo, islaam wax maaragtay khiyaanayo, islaam isku dayo inuu wax dabagadiyo, haddana la rabo in maaragtay islaamnimo loogu yeero waa wax maaragtay laga naxaway. Ilaahay subxaanahu watacaala diinta say tahay kuwa uu qaato oo ummadda u tuso oo tusmo iyo tusaale cad u ah allah inaga yeelayaan. haddaan usoo laabto qisadii aan ku dhex jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam, ninkaa gaalka ah saaxiibtinimo wanaagsan buu u muujiyey, bal yubaadilu wuxuu ugu bedeli jiray wuddan biwuddin wasadaaqatan bisadaaqatin, saaxiibtinimo midda ugu sarraysay midu asaga la yimid mid lamid ah ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ama u dhiganto ayuu nabiyuna maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi u muujinay. uma jaaat, inta haddana kadib waxaa timid xiriirkii iyo qaraabanimadii maadaama uu nebiga qabay eedadiis, fawasaqat maa baynahuma min calaaqatin, taasna waxay sii adkaysay oo ma aragtay dhexda usii xirtay inay sii adkaato dhudubada u haastay xiriir ka dhexay. Marba hadduu eedadii guursa waad dareemaysaa qof eedadaa guursa waa kusoo dhawaada wey, oo qofka saaxiibtinimadii banaanka ahayd mid ka duwan buu markaa la kulmay nabigana calayhi salaatu wasalaam, asagoo isku sii dhawaadeen wey. oo wuxuu guursaday min camatii khadiijata binti khuwaylid radi allahu tacaala canha, eedadiis buu guursaday khadiija. marka intaa kadib su-aal baad isweydiinaysaa adiga, ninkan waxaan sheegnay inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam saaxiib la ahaa, waxaynu sheegnay inuu haddana saaxiibtinimo ay qaraabanimo meesha timid qofkaas, waxaa isla markiiba qofkaas waxaan isleedahay islaamka dadkii kusoo hormaro ahaa maya, labaatan iyo dhowr sano kadib ayuu islaamka ka war. waqad tacjabu, waxaad la yaabaysaa buu yidhi bacda kulli aladii basadnaahu laka min calaaqati xakiim ibnu xizaam lirasuuli illahi sal allahu alayh wasalam idaa calimta anna xakiim lam yuslim ilaa yowma fatxi maka, waxaad aada ula yaabaysaa buu yidhi wadaad kitaabka qoray. mar alaale markaan kaaga sheekeenay taariikhda nololeedkii quruxda badneyd ee soo martay ninka iyo nabigeena muxamed calayhi salaatu wasalaam, inaad isweydiisid oo tiraahid la yaabay kugu noqoto inuu islaamay xakiim ibnu xizaam yowmu fatax, ood garasaan fatxu maka markii la furtay inuu islaamay, oo weliba waxaa la yidhaahdaa wuxuu islaamnimada ka maqnaa maa yaziidu calaa cishriina caaman, wax ka badan labaatan sano. liana allaha yahdii man yashaa wayudilu man yashaa alhidaayatu biyadi araxmaan, nabiga hidaayada iyo hanuunka gacanta ilahay bu ku jiraa. nabigaa lagu lahaa innaka laa tahdii man axbabta
ولكن الله يهدي من يشاء أدو عدة دوت النبع الله مهلوني كريسد الهداية بيد الله تبارك وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله سادنك دوني سان ما هو صرب سبحانه وتعالى دوني نينك اللي يرهدو حكيم بن حزام دادكو أنا وحي ملينا ينبع اللي يرهد حكيم وكالي أو إلهي تبارك وتعالى أودق حباه الله ذلك العقل الراجح ويسر له تلك القربة القريبة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أول المؤمنين أما أول المؤمنين به المصدقين لدعوته المهتدين بهدايته الله أكبر وحو يجري نينك إلهي تبارك وتعالى أودق عقل أسريه ورب تبارك وتعالى أويسري أسقي النبي إن نحمرت قرابة دو أن يكون إنه بأهاده أول المؤمنين به نبي عليه الصلاة والسلام كور رويه كور رميه كور قهر إنه كم النقضه أيام الله فيليه المصدقين لدعوته دعوتي سنبي عليه الصلاة والسلام كو قاطر رميه إنه أهاده المهتدين بهديه كنا هنون سمهنون كي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام سؤال هيا هلتاك صباح إيه تدك قرابة نبي الله صاحبك الله أديك أولاك يا إنه نبي أركنا عليه الصلاة والسلام قرابة إن السبب إذا كده حين إله تبارك وتعالى وذن أرجع قرن وحكم وداقي إنه كوافج كلمة التوحيد كلمة وكقد إله تبارك وتعالى أنبيدي كلمة وكقد النبي عليه الصلاة والسلام المه داري كلمة وكقد يا ربي تبارك وتعالى النبي إبراهيم أبيه كلمة وكقد يا النبي محمد عليه الصلاة والسلام أديرك الله رب قجري كلمة إله تبارك وتعالى أنت صر وكقد أي أنجا يا أذكى إداواني هذا سير لايف كإداواني ربي وحنا قد يقي إنه نوافد كلمة التوحيد كلمة العروة الوثقة التي لهم في سام لها محن وقلب بها هي أن نشكر الله تبارك وتعالى إن إلهكم هذه إنه عندها اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وأن معاذ لها من كجمع هذه الحمد لله بنعمته تتم الصالحات إن إلهنا كجمع هذه إنه أنك إله سبحانه وتعالى النجوء ما أرت أبوري أما النجوء ما أرت أنكسر جدا أصلها عن إفريقيا أيه إله تبارك وتعالى نلقاس يا المسلمين كسر صار الصومال اللي رهدو مرك الدين تتم نبي محمد عليه الصلاة والسلام قاركم ما هي إله عدو دون أسرع هنونيو هنون كان جعنت إلهي تبارك وتعالى يكون فعلينا أن نشكر إلى إلهك كما هذا النبي وحد رمس النبي عليه الصلاة والسلام وحال الشقاء أذيرك مركو لمن حكيري أذيروا له لا إله إلا الله بس إلهي تبارك وتعالى مالت قيامها أن الله إماض إلهي أذيرك دينته قرب استاقي وإلي قبا قجري ودينته مارتوح بضنب أطري إلهه توحيدك كلي وكل واقع إلهك بدبادي لكن وبلغوا عن أنت النبي عليه الصلاة والسلام يا حاليري أدو عداد وتمهن ركرت بل واحد قرن إنسان نبي النبي عليه الصلاة والسلام ولا ليال أو سجال بقول يكون تصل دعوة كشقيني أو قف النبي أوجه ريح حقد مكلا غشك يدعوة الدين تلا شجعه حضر إلهي تبارك وتعالى مهو دري وحكي قد الدين تي إلهي تبارك وتعالى جار ورب سبحانه وتعالى الله اللي وكير يا ربي إله بلن بعد يقاضي وحد قبل أن قاضي إن ذلك يجيبت بعدين يسد ويل كان إنه من أهلي إله محكيري لا ولا قديدي إنه ليس من أهلك إلما هذا شئلك هذا كمن ماها إنه عمل غير صالح عمل أنا وناك سنين بولي مده فلا تسأهي ودين سؤالها جاهلين تلويري مكاسو إله أولابت وبلغو عنان طيب عنان باكتمت إلهي إنها نونية ما هذا إسكاله إلهي تبارك وتعالى دين تانوحن كعصنا ربي تبارك وتعالى إنه هذا لك نقو قدن بيو إنه كريو كلمة التوحيد أو إلهي سبحانه وتعالى دونك أن نقو أفسده أنك كل واقع إن التوحيدك لا إله إلا الله محمد رسول الله إلهي نقو نقيا لك وكلكم كلمة داس لأن كلمة داس ومفتاح للجنة ومفاتيح دي معرفة مفتاح لغفر الجنة وحيانا لا هاي وحيانا معرفة قفك فريسة صلاة صونك زكاة حجك وحاصولا هدو قري ونسيهي شنتير نكو تاغيهي هدو تير كم إذا كاد نسيها يقولوا إنه كبس ودماء الغيابة قفك صلاة كذا يعنتها قفك إذا كذا ما أردت كفر ليه وأنا بحين قفك حجك يقول لي هذا وقت حجك على جوجا إن أنا كفى إذا سنين قفك ما أردت صدق هذه وحصلا قفك سياء صومك وهذا نجي لقيت أنا سومين وهذا وقت تيرر كاس شنطة متكمل هدو كليته إنه كبس ودماء الغيابة قولي وهذه بعد كهلك سنتدوي أنا صلاة مرك قصدي ذي سحابي قام هناك ساسة على قف لي إنه هذا قفك أجوه الرجوع إسلام كراعة هو الراعة لكن للأسف الشديد مدعين إن أخيرا وحد على مرك الدم إن الله تبارك وتعالى أودقي إنه إسلام كسوقته وحالي وكما نعجب نحن من وكما نعجب من تأخر إسلام حكيم بن حزام فقد كان يعجب هو نفسه من ذلك كما وحلي سانك أولي أبنا كما نعجب نحن من تأخر إسلامه سأنك أولي أبنى تأخيرك يدبدع كوي من إسلام نمديسة السقب هو إسلام يابي أو حولي أبنى ورمحا إسلامك إنتاس كاقبي يمركو إسلامي
فهو ما كاد يدخل الإسلام ويتذوق حلاوة الإيمان حتى جعل يعض بنان الندم على كل لحظة قضاها من عمره وهو مشرك بالله مكذب لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. انت وحسين يا ريت مر على مركو إسلام كقاتي وتوحيد كقاتي هذا نوح أبلو ذو والول أوزي عينو نحن ما ارتفرت كقرينو وكول ولو وكول بهارو وكحو هذا وقتي فرها بدنا ايه ومشركني ماذا يقال لي ماذا وكسو قاتي وحو كول ولو لها داد فرم بضن با ايقتغي داد فرم بضن با ايقهر مري سابقين الأولين داد با خير ايقهر مري مركا وحالا شغا مر مركا مدى فقد رآه ابنه بعد إسلامه يبكي فقال ما يبكيك يا أبتاه ما كمدة بوح على الشجاع حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه وارضاه مال جون وتسكفر اسكوي ويبو حق الفريست السقو كول ولسن السقو مارت بنان الندم يعض بنان الندم على كل لحظة قضاها من عمري فرت مع لحظة كقنينة يو أو اللي أو مارت لحظة والبو أما البريكس والبو أما الجبرس والبو أو إسلام نمد كتكت كحن أيه هلك أهل الفريستي ما كي صار على وحال يراه ولا ليا waxa uu yimid wiilkiisi wuxuu arkay aabihiisa ooyo markaas wuxuu ku yiri faqala ya ma yubkiika ya abatah aabahiisa maxaa ka ilmeysiinayo aaba maxaa la ooyaysaa oo inta tan maanta maxay tahay dibkay dhibaatadu maxayna ka haystaa buu ku yiri qala wuxuu yiri aabihiisa hadlayo xakiim wuxuu yiri umurun kathiratun kulluha abkani ya bunayya أمور كثيرة كلها أبكاني يا بني أرمى فرف بضم باويل كيغو إيغو إيهين يو أوهين تان سابوه مركاس حكويري أولها مدو أغوه الرئيسو بطء إسلامي من مارت وح إيغو إيهين وح أغوه الرئيسيري إسلام نمدي أنك دي بدعي إيه داتكو إيغو هرماري خير فربضا ولو حيري حتى لو أنني أنفقت ملء الأرض ذهبا ملء الأرض ذهبا لما بلغت شيئا منها إسلام نمدي أو ليغهر مري لو أنفقت هذا حتى بحيري ملء الأرض ذهبا نلك مجيسة أو معنتي ذهبا مجاري كرئنا ندتك أسكدبتك كما نعوها ولا ليا هل كاوحان كدريمينا ندتك هوري إني خير كتر تمجرين صحابه إني أهين دت خير كتر تمو دت كول ولسن وقتي كتري دت كمرو جيسن وقتي جود عمر جودي أي كسر قاتل ما أرد جاهلية دي بل وحال الشجاع لا بد قف وسيد جارك كتر تمجر إني أهين أو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه إيه ما أردت عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أو هجعنتي مدق النبي عليه الصلاة والسلام يجعنتي مدح النبي عليه الصلاة والسلام أي النبي كلها عليه الصلاة والسلام نبي والبحولية لما وزير أدوك حاته لمدي وزير أدوك أن كل هاي لو وزيرنا سمد أن كل هاي النبي عليه الصلاة والسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام سيل سوشيغو ولا ريال نبي مركز رقاس وحي كتر تمجرين خيرك يتسابقون للخيرات خيرك كتر تمجرين فليتنافس المتنافسون هل كاس أيدا سكأن بقاذين ما المملكة كمده أي نبي حير قف والبو ما أنت تبن تابي أما كي قيب قاده وح ألا لا وح أودد مسلمين تعيدا كائنا المعرض كي قيب قادة أو وح بحصو أو إله تبارك وتعالى حقي سوح ولا بحصو وقصة مشهورة أو معروفة أو نجيهنا أنت بضاعة مقشين لكن وذكر فإن الذكرى تنفع من بيجتها ولا ليال مركز أو بكر باوحو كان وحي قرقسية لو دمو كان عمر با أستغان وحو كان نصف ماليه مركز حال لي لهذا وحا صهر مرع عمر أستغان ربينو كدير أيو ترتن كان أقب بضيو عمر أو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه مركز النبي قوي من عليه الصلاة والسلام أستغان فرح سن أو لما أنت وات كدير أيسي أو ما أرت علي اللي منت يقوشك الرعضي أيو نبي صهر فليسي فرحد يا سرور إيه ما أرتي فرحت فربضا إيه غاية السرور إنه كسو جيهي مركز وكوي النبي الله ما أنت وحان ربا إنه كدر أيو صحابي أبو بكر الصديق إيه هانت دا ساودا نبي حين وايه ماذا عندك محاسي داب وكويري مركز يرو حان وضا نصف مالي إنت أنكو هور كاني إن لم يدان قري كغام يبدو كويري نبي جينا محمد عليه الصلاة والسلام مركو ساو ورأيسي أيها دانا وحايمد أبو بكر أو قري سي وحبنا آم بكاقا إيمان أو حيا لزيرو إبر كسو دقائز walla soo rafadhistay nabiga su'aal kale u nacala wadiye wara Abu Bakar aduuna maxaad wada maxaad sidaamaanta maxaad ino wada warka keen markaas uu nabiga allah waxaan sidaa buu yiri wixii guriga yaalay shirin guriga kaga iman hal shirin shilin daba dulayle Soomaaliye sidii jirtay subri guriga kaga imaanin haye oo yaa kaga timi kale ilaahay rasuulka saan kaga imid buu yiri waxaan leeyahay maalinkaas uu qalinka ku duugay maalinkaas uu saxiixay أو بكر الصديق أو يري عمر بن الخطاب صحيح أو بكر أو يري والله وذكر دارس كورنا ترتمي مايو وحاي وحول بعض يجهر مرتا أو مر مركم ذو حال الشجع نبي قاينو يري ورمي ذن كجرا ما أنت ميد ما أرتسومن قعنتو تاع نعم
warma idinku jira mid maanta wax isdaqaystay gacantuu taagay ha warma idinku jira maanta mid janaaso raacay gacantuu taagay khayr walbo nebiga wuxuu yihi qof intaama kulansado ilaa jannada ilaahay tabaaraka watacaala waajib noqotay weliba su-aal buu sii weydiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi baallow ma jiraa albaabada jannada qof looga wada yeerayo nacam buu yidhi nebiga waxaan rajaynayaa buu yihi inaa anta minhum adigu aad ka mid tahay kuwa albaab walboo jannada looga yeerayo albaabka walboo jannada wuxuu leeyahay soo gal inta soo gal waa shaqaystay ama khayr baa ka horreeyo wanaag baa ka horreeyo marxaban bika soo dhowow udkhuluuha bisalaamin kuwaa laleeyahay ka mid noqo marka walaal way tartami jireen weye saxaabadu waana midda loo baahaya adiga inaad tartantid ood isweydiisa markaste war maxaa ka horreeyay maada qadamta bayna yaday illaahi ilaahay hortiisa maxaad geysatay war maxaad maanta haddaad dhimatay maxaa kaa horreeyo cibaadadaada waasee soonkaaga waasee salaadaad tukanaysa waasee istikfaar mala timaada maalinkii waagii baa kuu baryey qoraxdii baa kuu dhacday meeqaad ilaahay subxaanahu watacaala maanta istikfaar la timid meeqaad maanta qur-aan akhrisay meeqaad maanta tasbiix samaysay meeqaad maanta ilahay u dhawaatay dikriga adigu ilahay maanta calaaqadan ka dhexsa waasee mise qoraxdii baa kuu bilaab kuu soo gashay kuguna dhacday adigoona salaad me wax kale aadan samaynin ama salaad keliya aad tukatay ee wax kale la imaan laa waxaa lagaa doonayaa diiwaankaaga inaad wax ka bedeshid ood khayr ka buuxisid oy qoraxda kuu dhacdo adigoo ku faraxsan oy qoraxda kuu timaado ay ku dhalato adigoo ku faraxsan akoonkaagana aad geysatid wax maxaa yeelay walaalayaal wax allaale waxaynu maanta adduunka ka qaadanno aakhirana anfacaysaa tusaalan ku siinaya marka nin baa inta ka baxay magaaluu tegay bankigiisa lacag baa ka buuxdo wuu soo shaqaystay dhididkiisii bankiga lacag baa ugu jirto markuu magaalada tagay walwali maayo taxi buu qaadanayaa hotel buu degayaa si qabow buu seexanayaa maqaaxi buu tag laanna akoonku jeebku wax ku og yahay laanna waa qof shaqaystay kadalika qofka camal wanaagsan la yimaado qofka soonkiisa saxay cibaado fara badan la yimaado ma walwalo markii nafta laga qaado oo qabriga la dhigo wuxuu markiiba lasoo baxaya kaarkiisi qabriga waxaa leeyahy kow waxaa looga dhigaa rawda min riyaadi aljanna beer baa ilahay jannaad ka mid ahaa qabrigaa lagu soo dhaweynayaa leanna kaarkiisa uu marsanayaa biinkii uu marsanaya meel kasta uu ku farxayaa laakiin ka war qofka kaarkiisa eber ahaa wuxuu bilaabaya ah ah iyo inuu afka kala qaado uu cabaado akoonkaaga wax ku rido aakhare wax geyso sadaqa baxso soonkaaga aad maaragtay aad kaa tegay shahduu shawaalkii baada lagu jira ayaamihii maaragtay buuxi cibaado badan la imow istikfaar la imow si kaarkaaga aad u marsid markii aad adduunka ka dhaqaadiso walaalayaal aan soo laabto oon usoo laabto taariikhdii aan kaga hadlaynay saxaabiga jaliilka ahaa xakiim ibnu xazam radia allahu tacaala canhu wa ardaa walaalayaal saxaabigiisa ahaa waxaynu sheegnay wiilkiisi baa u yimid aabihii oo ooynayo markaas wuxuu ku yidhi maxaa kaa ooynay maa yubkiika yaa abataa ahbow maxaad la ooyeysaa markaas wuxuu yidhi umuurun kahiiratun kulluhaa abkaani yaa bunaya wiilkaygiyo arrimo fara badan baa iga ooynayo waxaana ugu horreeyo awaluhaa buu yidhi budu islaamii taan ugu horreysa waa islaamnimadaydii oo kadib dhacay oo dadkeena haddaan bixi yidhi low anfaqtu mil al ardi dahaban lamaa balaqtu shay-an minhaa aanan ku gaari karin hal shay haddaan dhulka muggiisoo dahaba bixiyo intaa kadib ninkaas dagaalo fara badan buu ka qayb galay isagoo gaal ah dagaalkii badan buu ka qayb galay uxud ayuu ka qayb galay mar waxaa la sheegaa mar marar ka mid a inuuba qaraar ama go-aan hoos ka qaatay inuu mar dambe quraysh u hiilin laakiin marka dambe gaal buu ahaayo waxa uu isku dayay inuu gaalnimadiisii iyo dadka u hiiliyo su-aal baa meesha ku jirta isagoo isweydiiyey wuxuu yidhi niyahow maxaa islaamnimadii kuu diiday markaan anaa iswareysanayu leeyahay markaan islaamka noqday laakiin waxaan ogaadu leeyahay nadartu ilaa baqaaya min rijaalaati qurayshin nadartu waxaan eegay ilaa baqaaya min rijaalaati qurayshin raggii quraysheed ee rugcadaaga ahaa oo kusii sugan gaalnimada oo lahum asnaan weliba wuxuu leeyahay rugcadaa mehe sanad fara badanna leh oo maaragtay qadar iyo maaragtay taqdiirin fara badan ku dhexlay bulshada mutamasikiina bimaa hum calayhi min amri aljaahiliyati faqtadaytu bihim markaas kuwaasaan ku daba dayday oo markaan arkay inay ku dhegan yihiin diimahoodii iyo jaahiliyadii markaan arkay inay ku daba dhegan yihiin kuwaasaan cagta cagta u saaray wax kale meesha iguma haynin odayaashaasaan eeganayay oon arkay inay ku dhegan yihiin diinta aabayaashood laakiin wayaalayta annii lam afcal asaga baa hadlay wallaahi wuxuu leeyy waan ka shallaysanahay ama shallaytadii hoogeegiye kuma qanacsanin oo kuma faraxsanin inaan sidaa sameeyo oo aan islaamka kadib dhaca ayuu leeyahay insha allahu tacaala anu halka ka faa-iisanayo gabagabadii iyo gunaalidkaa maraynaa walaalayaal waxaan furi doonaa biidni illahi tabaaraka watacaala taleefanada darsigaynu hadda akhrinay bal inaad xoogaa wax ka fahantaan dhowr su-aal baan ka weydiina dadkana daawanayo si toosa ayay nooga soo wici karaan taleefanka shaashada inooga muuqda biidni illaahi tabaaraka watacaala maxaa yeelay darsigaan akhrina waxaan rabnaa in wax laga faa-iiday
su'aalaan ka weydiinaa dadka, waxaan kaloo halkaa kaga faa'iidaysanay insha allahu tabaaraka watacaala. Waan maqnaa aniga oo maaragtay alxamdu ilah naga aqbalo cumraan ku maqnaa walaalkeen cabdiweli yuusuf oo ah agaasimaha Furqaan Travel Agency, iyo walaalkeen doctor Cabdilqaadir oo meesha hadda aan fadhiyo soo fadhiistay bishii Ramadaan, dadkana weydiiyey su'aalo quseeyo taariikhda nololkii saxaabatulkiraam. Laba qof biya ama saddex qof baa su'aalihii ka jawaabay. Abaalgud bay lahaayeen in la siiyo nasiib darro aniga oo markaas maqnaa iyo walaalkeen cabdiweli oo arrimo khaasa oo famil ay ku imaadeen, waxaan ka cudur daarana oo kow iyo labo iyo saddex kaga cudur daarana walaalihii su'aalaha ka jawaabay in aan maaragta aysan helin abaalgudkii ay filayeen. Waxaan leenahay mar labaad la soo xiriira TV-ga Kalsan please. Waxaan ka codsanaa saddexdii qof nala soo xiriira si markaas aan meeshii kugu haboon ee ay idinahayna abaalgudka aad oga qayb qaadataan biidnillaahi tabaaraka watacala. Ma aad u heshaan abaalgudkiinii la soo xiriira walaalayaal, qaladkaas wuxuu ka yimid dhinaca xagganaga. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Waxa uu khad baa ku jiraa ilay injineerkaas uu sheegayo. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Nacam, waa usoo laaban doonaa khadkaas. Wayaa layta annii lama afcal. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Calaykum asalaam waraxmatullah wabarakaatuh. Soo dhawo magacaaga iyo meesha laga soo waciis. Walaalay London hooyo Soomaaliyeed waayo. Khadkaaga igu celi injineer xoogaa yar si wacan kuma maqlo walaal tiri. Walaalo hooyo Soomaaliyeed London ka soo wacaya. Hooyo Soomaaliyeed oo naga soo wacayso London, barnaamijkan baro saxaabi ma la socotay? Baro saxaabi maasha allah aada u xiisey, aniga aada u jeclaho wallahi, ilaahay soo ilowga maasha allah. Hadda maanta xoogaa yaroo idhaafay, laakiin sheekhow su-aal aan ku weydiinahay waa tii oo nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam adeerkiis tawxiidka khafsan waaye, sida haddaba oo ugu dambeysa noo sheegay. Saas darteed hooyadiisii aabihiis nabi maxamed maxaa nihi karnaa muslim way ahaayeen, maa nihi karnaa mise? Nacam, waa su-aal fiican walaal. Nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam hooyadii aabihii labaduba gaalnimo ku dhinteen, nabigana wuu sheegay, waa uu ka hadlay marka gaalnimo ku dhintay muslimo kumaysan dhiman. Ha allahu akbar. Ilaahay baa qadaray, adiga aday maqlayo iyo anigana ilaahay isaanimo noogu deeqay. Ilaahayna hanaga yeelo kuwa markay adduunka dhaqaaqayaan iyo inta muslimiina ayagoo muslimiina ka baxo insha allah. Jazakallahu khayra sheekh, aada u mahadsan tahay. Adigaa walaashay, barakallahu fiiki. Walaalayaal asalaamu calaykum. Nacam, aan soo laabana darsigana insha allahu tacaala. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Nacam, waa usoo noqona insha allahu tacaala inta yartaan dhamaystirina. Wayaa layta lam afcal, wuxuu leeyahay alla shalaytadeydey maxaan saa maaragtay u sameeyey. Wuxuu leeyahay famaa ahlakana ila iqtadaau biaabaa'ina wa kubaraa'ina, waxna halaagay ina hoojiyey wax kale maaha, ayuu leeyahay waa ku dayashadii aynu ku dayanay ajdaadeena iyo aabayaasheena. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Waalaykum salaam waraxmatullah. Soo dhawo walaal, magacaaga iyo meeshaa naga soo waciis. magacaygu waa maxamed axmed, waxaan ka soo wacayaa magaalada muqdisho. maasha allah, maxamed axmed aad baan ugu faraxsanahay oo dalkii hooyo naga soo wacayo. maxamed soo dhawow. waa dhowaha sheekhow, aad baan kugu mahad celinaa barnaamijkan baro saxaabine, waa aadaan ugu faraxsanahay. maasha allah, ku soco. marka wax su-aala ma qabo, habeen walba oo axad ah baro saxaabiga hadda dhawaan kusoo biiray. maasha allah, waan rajaynaa inaad sii dhegaysto. waxaan rabi lahaa inaad ii soo duceysid si aan ugu taxnaado barnaamijka. maxamed axmed, maxamed oo allah ku barakeeyo, ma dhegaysanaysay bilowgii ilaa dhamaadkii? su-aal ma ku weydiin karnaa? may bilowgii ilaa dhamaadkii ma dhegaysanaynin, laakiin cawada bilowgii ilaa dhamaadkii oo cawada waa dhegaysanayay. ha caawan kaadaynaa. horta barnaamijkan galab walba oo maaragtay axada ayuu soo galaa, markay afrikada ay ka tahay sideedda habeennimo, yurubtana ay u tahay toddobada, hadaan qaldanayn, annakuna inoo tahay lixda. marka barnaamijkan baro saxaabi axad walbu soo galaa galabkii, marka annaku noo tahay shanta galabnimo. waxaan ka wada lixda galabnimo, shantu ahaan jiray, laakiin saacad baan dhalnay. marka waxaan ugu talagalay inaan jiilka soo kacay ee ummadda Soomaaliya u faa'iideyno. haddaa marka caawina la socota, hal su-aal baan ku weydiinayaa. haye sheekhu, waa diyaar. aada u maadsan tahay. nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaan niri saxaabigan wuxuu ka mid ahaa
dadkii afar qof ee maaragtay uu lahaa islaamka inay kusii sugnaadaan baan maar jeclaan lahaa. Afartaa qof xagee joogeen buu nabigu ku tilmaamay? Waxay joogeen magaalada Maka. Allah ku barakeeyo, aad baad u mahadsan tahay, waa la socotay. Su-aal kalaan ku diinay qof walba waxaan weydiinay laba su-aal insha allahu tacala inaad nala socotay. In kale saxaabigan jaliilka ah xaggee bay nabiga qaraabo ka ahaayeen? Waxay qaraabo ka ahaayeen eedadiisu qabay oo ah Khadiija bintu Khawla. Waxaan aad ugu faraxsanahay si qurux badan baad caawa nala socotay. Waxaan ka codsanayaa marka aan toban saxaabi akhrina wa tartan baan qaadnaa oo weliba aan ku bixinay abaalgud caawa su-aalo guud lax ku xirno barnaamijkan axad walba insha allah. Mahadsanid. Asalaamu calaykum waraxmat ullah. Asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakaatu. Wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu. Walaal soo dhowo magacaaga iyo meeshaad naga soo wacaysid. London baan kaa soo wacayaa, magacayga waa Muzakariya. Muzakariya, barnaamijkan bara saxaabi wax ma kala socotay? Ha, waan la socday. Maasha allah. Ma waxaad la soo jaanqaaday markuu bilowga ahaa mise dhexdaa kaga soo biirtay? Galabta ii kow ah. Maxaa kuu baxay galabta markaad daawato marka? Galabta waxaa ii baxay aad iyo aad baan uga helay maasha allah tabaarakallah bara saxaabiga. Saxaabigaana caawa maanta ii kow ah aan dhegaysto qisadiisa. Wax ma ka fahanta marka saxaabi wax ma kaa weydiin karaa su-aal? Aad iyo aad baa wax uga fahmay, waa naga weydiin kartaa, laakiin mid kalaa rabo in aanna ku weydiiyo. Marxaba, marxaba. Su-aal ah oo ah, marka aad tiri nabiga calayhi salaatu wasalaam aabihii iyo hooyadii waxay ku dhinteen gaalnimo, anigu waxaan axaadiis badan ka maqlay ama culimo badan ka sheekeynaysa qabla alislaam, before islaamka ayay dhinteen. Nacam. Marka islaam ma soo degin ay dhinteen. Marka waxaa gaal la dhihi karaa waxa islaamka oo soo degay oo nabi maxamed la soo diray dhinta ayaa la dhihi karaa waa gaal. Laakiin wixii before diintan aan imaanin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam before waa gaal, lama dhihi karay culimmadu dhaheen. Ilaahay ku barka nooga bixin, waaba muftiid baa tahay. Waxaan rabnaa bal xadiis noo sheegayo, laana marka aad sheegtay waa inaad keentay xadiiskii iyo daliilkii. Nabigu weli wuxuu sheegay huwa fi naar inuu leeyahay. Marka waxa balladaad noo sheegi kartid xadiis aan ku maqalno, waxaa ku dhageysanayo boqolaal soomaaliyeed. Waa soo diyaarinaya insha allah, waa goobaya, laakiin hadda kadis baan barnaamijkan ku fiirsaday. Allah ku barakeeyo. Waa soo diyaarinaya insha allah. Xadiiska nabiga nabigu inuu fi naar uu ku sugan yahay uu noo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. Waxaan kaloo halkaa kugu bidhaaminayaa diintii nabiga calayhi salaam, diinta nabiga ugu horeyna diiman baa ka horreeyey, bal millatu abiina ibraahim calayhi salaatu wasalaam baa baaqi sii ahayd. Dadkii kusii sugnaa oo weliba sii haysayna oo ku fiicnaana waa lagu ammaanay. Dadkii markaas aan haysanina asnaamta u sujuudayna ilaahay tabaaraka wa tacaala, bal waxaa baleyd inay naar ku sugayin baa la cadeeyey. Marka waxaan kaa sugaynaa Umu Zakariya insha allah inala soo xira TV-ga kalsan, adigu axaadiistii iyo noo balbalaaranay, aad baan u mahadsan tahay. Su-aasha ma ku diyaam soo ka baxaysaa? Imaama ii sheegisha baan ka baan. Waana ku faraxsanahay inaad jadaalkaaga juhdiga fara badan aad bixisay. Imise sanay kala weynaayeen ninka hadda ka hadlayna Xakiim ibnu Xazaam iyo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam? Wallahi waxay kala weeyaan baa tiri dhowr iyo labaatan sano, afar iyo labaatan sano miyaan wax saasaad ay tiri. Maya, marabaad ku laabo? Waxaad tiri oo malaynayaa labaatan iyo anugu labaatan iyo intaasa sare markay tiri. Kelmadii shan iyo labaatan mahayd, afar iyo labaatan mahayd, labadaasaa kee darsan. Waad maasantahay, waa soo dhaweysay. Labaatan iyo dhowr sano waa intuu islaamnimada ka maqnaa, laakiin waxay kala weynaayeen shan sano. Su-aalkan kusiinaya Janis kale, aad baa udaashay. Janis kale aan kusiinayaa, ninka kan muxuu ka magacownaa shaqa u hayay Quraysh? Wuxuu ku magacownaa inuu soo dhaweeyo dadka usoo dayuufa xaramka, ayuu wuxuu ahaan jiray saadka dadkii ka go-do in maaragtay ay nafaqo ka go-do ama wax ka go-aan ayuu saadka siin jiray. Ilaaha ku barakay, si fiican baad uga jawaabtay Umu Zakariya. Si toosana waxaan kagaaga mahadcelinaa juhdigaaga aad ku bixinaysid baro saxaabi. Waa barnaamij aan ugu talagalnay inaan ummadda Soomaaliyeed kaga dhaadhicino taariikhloodkii jiilkii naga horreeyey, dadkii naga horreeyey ee ilaahay subxana watacala ammaanay, ee uu lahaa fa in aamanuu bimili maa aamantum faqad ihtadow. Waa maadsan tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Nacam, asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Walaalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhowow magacaaga iyo meeshaa naga soo wacaysa walaal. Waxaan jiraa magaalada Jigjiga. Maasha allah, Jigjiga waa maal waxaa joogtaa, waa dhinaca kilinka shanaad bay Soomaalidu yidhaahdaan. Soo dhowow waxaan aad ugu faraxsanaa adigoo Jigjiga joogo iyo walaalkaba Muqdisho joogo iyo kuwa London joogo, inta bayna caawana daawanayeen Jigjiga see lagu ahaa? Jigjiga waa lagu fiican yahay aad iyo aad maasha allah. Barnaamijkan aad qayb qaatan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay.
ما يعيانا عبد الحكيم عبد الله وكما عدير قمدين إن عبد الحكيم برنامج كمان لا بلوضي ومركو بلوغ عصوب بلونا ولا قصوا بلاب التاريخ اللي أبو بكر الصديق إلا إنه كسر جارنا حكيم من حزام من السعودية مستحضر أنا قال قاضي إن تعلم قال قاضي شيخي إله كبرك إن عاوم مركو من لف ديو مداوني س بلوغ حكيم من حزام إلا مش هذا مرينه رومانتي قلت كم ده يقصوا جاري إنه وحجارا لا شراء أنت كده ما هنا عندك يا بابا وكسوره وين مركز سؤال ممكن ذكر لما سايبين كده مو واحد برامج سوق لك قريب غاندوتا ما هي مسكوت يا سويدي لبحث هذا هو ما صنع هذا هو ما صنع هاي إلى سكوت جديد إن لبنت هذا إلى كي قريب غاد وحيرو تلماني سحابي كان قف فمل كسر فمل كسر نوعي بقى تلمان واش يعني نورش وكسر نورا بل نور تلمان عبد الحكيم een waxaan taasay arintii qeyd ma jiraa soo gaaray laakiin maashi qeynta horeena noo iska yar xogaa maartay hooseeso raad dibadeen oo maartay kusoo kalaan taasay waa dadashay aad ba u dadashay een laakiin waxaan rajaynaya next time ama marka dambe inaad la qabsan doontid barnaamijkan bara saxaabi waliba aad waxaan ugu faraxsan adoo jigjigo joogo in aan ka joogno London aan isla socono maatsani assalamu alaykum wa rahmatullah عليكم السلام ورحمة الله ولا السود ومجع عليه مش أنا سو عيس ولا الإنجليز كان كاس وعيا واق الإنجليز كوا حك حك حاجة لندن لندن مجع عليه والله ولا الخليج بليد هذا خليف ما شاء الله السود وخليف من السعودة برامج كان برا صحابي ولا برامج كا مية ما ندري لسه حقيقة لكن قبلي سؤالك ويديني شيء نعم نعم أيام كسر قالي سؤالش على السوق قالت لكن برامج كلام سعر مياه لم سوى الحقيقة لكن تدي وشدنا بس لما أكل ده هذا إلى وي أنا لسه أنا رأي think وا برضو كسؤال شيء بوحوي وان 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 عضيني يا مركب سؤال عن كيف قايم قادم مثلا سؤال بنا ودينا ترى سؤال وحاينا تتك عن ودينني أو عشر كقصي السؤال بنا كنا ودينا ترى لو ما يسأل بني ودينا يا هنا العشر هل كان مدري هو سعاشة وحوية نبي عليه الصلاة والسلام به مياد كشك يعني على كل جنان الحديث صحيح أصلا دي عين مياد إيوة الوال نبي به عليه الصلاة والسلام نعم به على كل جنان ما تري أو حديث صحيح أصلا دي عين نعم سؤال وحين أقول علي مركز سعاشة قبل نوجيس طبعا قبل وحيد تري قبل الإسلام النبي أبيه ما وحليها ما وحكون أنت إسلامي ما أم سمح وحكون أنت نوجيسي آية وحين قلت المعني إنه سكون من إسلامي ماذي حقيقة أمريكا نعم حقيقة فعلات بو قلي يسموه قلي محان كوي دا لا دكي أو محوكا برزا حيوكا بدكا دكا محوكا بدها بعتري ما ينمو عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام بود في سماها نعم قبل الإسلام بود انتي فأين هو الكوري بركة مجنة أخرى بركة جنة جلال ممكن نبيع مع ذلك هو آلي نعم نعم وان عبدالله أعتقد أن نسعر توحان نري النبي عليه الصلاة والسلام سؤال بلاوديي وليب اللي النبي الله حقوك السوقية هاي واردك وليب حولي في النار يقول لي مفانت باي عاناتك السوقية هاي نعم مركة وحان وعد أن قبل وحيتنا مركة أيضا السؤال كي جديسان وحيتري ما دام أي سكور دنتين قبل الإسلام أي دنتين أن إسلام نمدن أي سنقاذنين waxaan maqlay tir culuum badan ka dhageystay si noo sheegta gabadhu inay waxaasi waxbana ka jirin waxaan dhimma leh noo soo sheeg baan hadii jiraan bal xadiis laana qofka wax radinayo wax diidayo qofka wax sheegayo waxa inta badan laga rabaa qofka wax sheegay inuu jawaabta keeno okay sheekh waxaan ku yiri nabi kaleey salaatu wasalaam aan waxaan ku yiraahdaa aan hadiisisa naaxud waan qaadanayna laakiin aayadaha quraanka ayana waan qaadanayna waxaan ku yiraahdaa opposite ahadiisa ku afeeranaysa marka igu celi ayada quraanka hadiiska sheegaysa ka soo horjeeda ayada daayada quraanka ma sheegin hadda waxaan jeclaa inaan waxa sheegay anigu ayada quraanka ma sheegin walaal sheekh sheekhan maqallo waxaan ku yiri hadiiska aad sheegtay ayada quraan oo aad oo ka soo horjeeda jira ka soo labada hadiiska ayada soo mudabaqaynaysa ee horta quraanka ayada isbadba ayada noo sheeg aan markaas aan isla barbardhigne daayadu sheekhu aad baa inta saayad baad oo maxaan ku jiraa ku jirta quraanka waa cadeeyaysa nuu maxay calayhi salaatu wasalaam wama kunna mu'adibina hatta nabada rasuulan baa kamida naam wama kunna mu'adibina marka wama kunna mu'adibina hatta nabada rasuulan naam laakin rasuul ma soo dirnaa oo ma jirin nabiga rasuulka horeys
رسول كنو كوريسي محنكو دعبيه لو عذاب الواسي مجر عمكو رسول كسو هرريسي او دين مجر تنبي كو هرريسي ما يبكي النبي عليه الصلاة والسلام عبيه وعهام محنكو دعبيه وحنكو حما هاي ان مركا دود فريس وحافي عن أول برنامج كنا وبرنامج اللي براء صحابي أنا كصحاب ده كان لنا سؤال رصيق بجوار إنه وديسي تيبا شرحني وقتين أنا أدوقف أي سنة إن شاء الله تعالى وحسينا كل كأودا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله على كل بركات شو ما قاعد عاجي ما شاء الله سوى عيس أم محمد أم محمد سؤال ولا سعوت أم محمد خورنا ونص عنكم لكن ما تقف دبك سوقاري ما وحكي سوقارتي إن عشر كي حكيم ابن حزام بس الملك أنا غلط وقفت ما يا حكيم والله مليونير أربعي ما شاء الله المركب السؤال بان كاوي دينا حكيم من حزام بس هذا سؤال كلوت ما الله كبرك أدون أوفر حسناي ولا ليال حرام أنت تقول كوجرت أنك يوفر يستو وحنا برامج كنا يحليها براء سحابي سؤال قبل أن ودي سو ما نقول ما أنت كنا قانا نشجنا العلم عند الله علم هو بحر بحر لا ساحل له أنت أنا قانا أنت أقنت ما أنت الماني حديث جديدني عايز جديدنا مرة ما كمان هذين برامج كنا قانا براء سحابي ولا نحن كودينا يا حكيم ابن حزام سحابي قال لي راهدو حجابه كل شيء كعبة قديمة الله أكبر أد أد بدو جوابتي كعبة قديمة كل شيء وحكى له نقطة المانتا إن مركو دارنا يا قاب كيف هيد محا صابوا هيد حفلة اللي هو قبل كعبة مش ويريك وقت حكيم رضي الله عنه إن ما قاعد يقول عليه الحفلة اللي من محمد غير محمد الحفلة صح وقت قصعة حفلات ما هو قبائل كبعد قريه ولا يوصل دعوشة تتعال كعسك وقبط. وحن أم محمد كأجا مهر علنا يا سيد قروح لبضان أقول جوابتين لبض سؤالهم كودي وحين التاس تصالع ضوط هاي إن الدرس من بداية إلى نهاية على سعتي وحن كعوس إن شاء الله تعالى مركان طبعاً حديث طبعاً صحابي لما ينبا وحن سمينا سؤال أيان ودينا أرضي دا كنت حن برامج كان برا صحابي ولي فرقان في شركة دان فرقان ترافل أجنسي أي أيضا وحي بحساب أبل جود تدك كجواب مركز نكست تايم جانس كاس فيرس إن شاء الله تعالى واتفي عنده هاي إن ولا ليال جبدي يجوناند كيبان سوغارن وحرم إن يرد لما إن شاء الله تعالى تاريخ دي أن ودي سحابي جليل كأرضي الله تعالى عنه وأرضاه إن سحابي وحولها ويا ليت أني لم أفعل ولي بمركز ومركز قال كأها حوليها وكشكينا يو ويا ليت أني لم أفعل حكوضة ألا شليت ذي هوجي محان إسلام نمدي ما أردت كهر أو أنت عن إسلامي كور نما كان ما أردت قال هذا عن أضبط لكتي وواحد قرن سائر ليه إن وجدنا آباءنا آبياشنا كسو قرني بل إله سبحانه وتعالى أقول لي هذه حتى آبياش وتقلديهم إسكر راعيا مركب حول وحنا هلاقي إنه هوجي وحاول الاقتداء بآبائنا وكبرائنا آبياشن أن رات كود الرعني يقدر كنا جهر ريب وحليهن ما أردت قيامها ما أردت في صورة أحزاب كلهن مركب ما أردت وحان الدمية وما أردت كون جهر إن ما أردت ساداتنا وكبرائنا فأضلون السبيلة ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرة مركب قيل لأنه قل ما يسأل لأن ما حي لي إسلامك وعدا نبي حمد الله تبارك وتعالى الله صدري إن كان النبي عليه الصلاة والسلام صحابي جنجيلك وحانو شغني إن الصحبة يا صاحبتي نمر دير إيه كده حيث وكما سان أولي أبني من تأخير إسلام حكيم من حزام سان أولي أبني فكذلك أسرع نفتي سلي أبنا نبينا عليه الصلاة والسلام وحالي هذا حبيب الرحمن خير خلق الله وحو آد أولي أبنا كيف يخفى عليه الإسلام وحولي أبنا سوء إسلام كان إن كان أغقر صومي وكان يتمنى له ولنفر الذين على شاكلته أن يدا أمارت أن يبادروا إلى دخول في دين الله تبارك وتعالى نبي عليه الصلاة والسلام وحو تمنني وكان يتمنى له نبي وحو تمنني ولنفر الذين على شاكلته رقع صوكر اللمدة أن يبادروا إن أودك دقان إلى دخول في دين الله تبارك وتعالى إن أسود دقدقان دينة إله تبارك وتعالى لكن إله تبارك وتعالى سحابي قان جليلك وحو أقدر إنه إسلام لماذا هلو فتح مكة مالك مارت لفرطي مقالة دي مكة نبي قان وحولها إن أربعة لإن مكة إن بمكة لأربعة نفر أربأوا بهم عن الشرك وأرغبوا لهم في الإسلام النبي حير إن بمكة مقال هذا مكة وحقصوا لأربعة نفر الأفر قفوا قصوا أربأوا بهم عن الشرك أنا لجع لهم بير قال لماذا وأرغبوا لهم في الإسلام إسلام كان أن لجع لا قيل وحلويري ومن هم يا رسول الله كوا سواكوه قال وحير النبي أن محمد عليه الصلاة والسلام عتاب ابن سيد يو جبير ابن مطعم يو حكيم ابن حزام يو حكيم ابن حزام يا وسهيل ابن عمرو
ومن مارت رجاس أفرته أو نكل إلى عتاب ابن أسيد يجبر المطعم يحكي ابن حزام يسهيل ابن عمر رجاس أفرته أي النبي جعل إن إسلام ماذا قاتان ومن فضل الله عليهم أنهم أسلموا جميعا لكن فضل الله تبارك وتعالى لما أنتوا إسلامك ويوذا قاتين حلقة الله بعد ما نسفي عن أوسي قابا لقدونا بإذن الله تبارك وتعالى وحن أدي أد مارتي إن أروح ما هي وقت أدي أد مارت نهايو وحن سوك الأمة هذين يا إلهي تبارك وتعالى إنه يسري إن درسيان كو قابا لقدونا تاريخ اللوت كي ولي بأن توشكو إفنت نقاهد سحابي جليل كأها حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه حلقة دي أما قيبته كوباد قيبت لبعضنا عن مارتي إن سي قد قرد أن أحد صوص عطوه دو إلهي تبارك وتعالى نبات قبض ينور لير نوغر سيو وحن أم هذين يا إلهي ماجي سكسو كو دمان دادكي كقيب قاتة إني سؤالك جوابان وإي فرحات قل ليسا وإي ديري قل ليسا إني جيران داد شاشد قدا شودة نقال سعودو ولبا أنا هين داد مهسن وأن لسعن بل أيهين داد للسعود وحين وأخرنيني وحبضا نكا جوابي ووليب أي تأدعي كاريس إني تاي تاريخ دي سحابي إنو كادينا مالينك أقوه الرئيسي أما السعادي أقوه الرئيين أما الدقادي أقوه الرئيين هادانا سيدي برقبات دي أقبتين وحلقوا فرحويا داد كاس وحنيه لها هنيئا لكم آد باند أمها سنتهين ساد أوه ليسين لغيهننا أو دوغاد آد عيسين إنا يقبطو صحابة الكرام رضوان الله عليهم محان صحابة أوجها ذين دابها هلك عن آية ربي دامي وادتك النبي إلى الصاحب عليه الصلاة والسلام صحبة للسمي وكو إلهي تبارك وتعالى أماني وكو أيكو أدونك جود كيس سارا وربي تبارك وتعالى جنة الرحمن وجب شاري وكو إلهي تبارك وتعالى أوليها فهدات الرميسان سي إلهي الرميين وادكو هنون السميسان وكو النبي إن محمد صلوات ربي وسلامه عليه كعصني أدق الدوانيو مركان نبي الشجعه صلوا على حبي نبي كصلي وبخيل قفك أنتم نبي ما جاي سما غلي أفك أسكحرتي نبي أنا محمد عليه الصلاة والسلام وقولها عضوا عليها بالنواجد ورجوز دمبات كوقف صلوا حين كوقف السنة ذي ده السنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وحط كوقف ستان جوز دمبات كأيوري نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وحن إلهي تبارك وتعالى كرجينا يا إنه قول كنا يفعل كنا إسوافجيه إلهي تبارك وتعالى وددي مرين صحابة الكرام كو إلهي تبارك وتعالى جنة أقوب الشاري إنه إله أنك نمريه إلهي تبارك وتعالى نقداش وضعنا في النيرين وحويا وبرنامجك برس حبانيقو أحمد محمد أحمد حتور وإلى لقاء آخر وإنه كلا دمبه حسالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.